السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ضرب الله عز وجل مثلا عظيما لعباده، وأعظم المثل ما يكون من النفس، أي الذي تعلمه النفوس وتحس به. وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل ضربه للمشركين العابدين غير الله عز وجل، وهم مع عبادتهم غير الله عز وجل هم مقرون بأن الجميع هم عبيد الله، ولذلك كانوا يقرون بذلك في تلبيتهم، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فهذا معناه أنهم كانوا يقرون بأن الجميع مملوكون لله، عبيد لله عز وجل. فضرب لهم مثلا من أنفسهم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني هل تحبون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في أموالكم فأنتم فيه سواء، أنتم وهم تتصرفون في الأموال على السواء، هم عبيد لكم، فهل تحبون أن يشاركوكم في أموالكم ويتصرفون معكم في الأموال أنتم وهم على السواء، يعني كل واحد منكم يتصرف في المال، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كما لو كانوا تخافونهم أن ينفقوا المال، كما لو كانوا شركاءكم حقيقيين من أنفسكم، أي من غيركم من الأحرار، هل تحبون ذلك؟ فالجواب أنهم لا يحبون ذلك أبدا. من يرضى أن يشاركوا عبيده في أموال؟ هم لا يرضون بذلك. فإذا كنتم لا ترضون بذلك فكيف جعلتم عبيد الله عز وجل شركاء مع الله سبحانه وتعالى، تسوون بين الرب والمربوب،
وبين الخالق والمخلوق. أين عقولكم؟ أين نظركم؟ ولكن هؤلاء كما قال الله جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكاذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. إذن هذا مثل عظيم. كذلك نفصل الآيات، أي كما فصلنا لكم هذا المثل، كذلك جميع الآيات التي تسمعونها وغيرها من آيات الله سبحانه وتعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. لكن ليس كل الناس ينتفع بهذه الآيات، وإنما خص الله عز وجل الانتفاع بهذه الآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، أهل الحزم والعزم، الذين يعقلون عن الله عز وجل أوامره. فهنا تعلم أن الانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكامه وأوامره ونواهيه من أجل المنن، لأن الله جل وعلا خص بها أولياءه وأصفياءه. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، بل حرف إضراب، والإضراب هنا إبطالي. إبطالي الإيه؟ أنه لم تنفعهم هذه الآيات المفصلات، ولم تنفعهم هذه المثل ولا القصص ولا غيرها. لذا يقول: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. في الحقيقة بل اتبع الذين ظلموا هؤلاء المشركون الذين عبدوا غير الله عز وجل، في حقيقتهم أنهم متبعون للهوى. لماذا؟ لأن الشرك لا دليل عليه ولا برهان عليه. هذا خلق الله، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وخلائق لا يعلمهم وخلائق لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. كذلك يقول هنا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. أهواء جمع هوى، والهوى إطلاق الهوى في كتاب الله يطلق على الهوى المذموم، الهوى المصادم للشرع، كهواء المشركين وهواء الفجرة. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، لم يكن عندهم علم ولا دليل ولا سلطان على هذا الشرك الذي هم عليه. فمن يهدي من أضل الله؟ استفهام يرد به الاستبعاد. فمن يهدي من أضله الله؟ من سيهديه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الحواس أغلقت، وكل المنافذ التي ينفذ منها الخير إلى قلبه سدت. لذا يقول جل وعلا: فمن يهدي من أضل الله؟ فمن يهدي من أضله الله؟ وما لهم من ناصرين، ليس لهم من ناصر ينصرهم من دون الله عز وجل أو يدفع عنهم عذاب الله عز وجل. فإذا علمتم ذلك وعلمتم هذه الأمثال، وأن الشرك لا دليل عليه ولا برهان عليه، وأن شجرة الشرك شجرة خبيثة لا جني لها ولا ثمار لها ولا ساق لها، فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين حنيفا، أصل إقامة الوجه معناه التركيز بالوجه على الشيء حتى لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. هذا معنى إقامة الوجه، أن تنظر إلى الشيء لا تلتفت عنه يمنة ولا يسرة. والمقصود هنا هو تمثيل لحالة الإقبال على الدين وعدم الالتفات لغيره من، والإقبال على التوحيد وعدم الالتفات إلى ما خالف التوحيد. هذا المقصود من إقامة الوجه. فأقم وجهك للدين، للدين الحق، الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده، وهذا هو دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا مائلا عن الشرك، لأن الحنف هو الميل، والمقصود هنا الميل عن الشرك أي البعد عنه، كما وصف الله عز وجل خليله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، تأكيد لهذا المعنى أبدا. فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين يعني أقم الدين وهو الإسلام والتوحيد حنيفا مائلا عن الشرك مبتعدا عنه متجنبا إياه، كما قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم، فطرة الله أي هذا الدين وهذا التوحيد هو الفطرة، الهيئة التي فطر الله النفوس عليها. فالدين هو الفطرة، وكون الدين هو الفطرة أي أن الله عز وجل خلق الناس قابلين لأحكام الدين مائلين إليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا المعنى بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد، لأن الله جل وعلا سمى الدين الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا وهو التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليه. إذن خلق الناس حنفاء، خلق فطر الله الناس، ابتدأ خلقهم موحدين. لذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد موحدا ثم يغير ويبدل بعد ذلك، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تولد البهيمة، كما تنتج البهيمة جمعاء، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كما تقول هنا مثل النبي عليه السلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء كاملة في خلقها وذيلها، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم بعد ذلك يقطعون ذيلها، وهذا هو الجدع بمعنى القطع، هل تحسون فيها من جدعاء؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التمثيل معناه أن أصل خلق الناس أنهم يولدون موحدين. ولذلك لو وجد طفل ولد لأبوين مشركين لكنهم لم يتأثر يعني لم يتربى في حضن والدي، ينشأ الطفل مسلما، لأن هذا هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. بعد ذلك يأتي التغيير والتبديل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ينجسان هذه، فأبواه ينجسان الفطرة، يبدلانها يغيرانها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن هنا تعلم أن جميع أحكام الله عز وجل تسير الفطرة المستقيمة، يعني ليس هناك حكم من أحكام الله عز وجل يتضاد مع الفطرة أبدا، بل جميع أحكام الله سبحانه وتعالى تساوق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالناس قابلين لها. لكن يأتي بعد ذلك التغيير والتبديل، لذا يقول الله عز وجل: لا تبديل لخلق الله. وهنا لا تبديل لخلق الله فيها وجهان للتفسير. الوجه الأول أن هذا خبر يراد به الإنشاء، والمقصود لا تبديل لخلق الله لا تبدل خلق الله، وخلق الله هو الفطرة الدين، لا تبدل هذه الفطرة. فهذا خبر يراد به الإنشاء الأمر، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي فأمنوا الداخل. ولماذا هذا يكون؟ وكقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى مع هذا خبر يراد به
يجب على المطلقات أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذه كلها يسمونها أخبارا يراد بها إنشاء الأمر. لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا نقول هذا أنها خبر يراد به الإنشاء؟ لأن لا تبديل لخلق الله. طيب، في ناس بتبدل ولا لا؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، وأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية، في قمة سلم الصدق. فإذا كان بعض الناس لا يفعلون ذلك، فإذا المقصود ليس الخبر وإنما المقصود الأمر، أي لا تبدلوا خلق الله، لا تبدلوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن تبديل خلق الله عز وجل لتبديل الفطرة التهويد والتنصير والتنجيس، ويشمل كذلك بعمومه تغيير الهيئة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تبديل لخلق الله، أنه خبر على أنه على كونه خبر. والمقصود من ذلك أن الناس جميعا يولدون على هذه الحالة، لا يختلفون فيما بينهم. كل الناس حتى أبناء المشركين يولدون على هذه الحالة، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تفاوت بين الخلق في ذلك، كلهم يولدون على هذه الحالة. وهذا والمعنى الثاني صحيح أيضا. إذن الآية هنا لها هذان الوجهان. الوجه الأول أنه خبر يراد به الأمر، يعني لا تبدلوا خلق الله كحالة المشركين عندما يهودان أو ينصران أو يمجسان الولد ويغيران الفطرة، وكقوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. والوجه الثاني، لا تبديل لخلق الله، أنه خبر على ما هو عليه، والمقصود لا تفاوت بين الناس في ذلك. فكل الناس كل، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. لذلك الإمام البخاري لما يقول لا تبديل لخلق الله يفسر هذا بإيه؟ بالدين، يعني لا تبدلوا دين الله، ولأن الفطرة هي الدين. نعم. ويروي بسنده الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تبديل لخلق الله. ذلك الإشارة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليه وهو الإسلام، ذلك الدين القيم. قيم على وزن فيعل، أصلها قيوم، القيم القويم المستقيم، ذلك الدين القيم، الدين القويم المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لجهلهم لا يعلمون أن هذا الدين الذي يحاربونه وينفرون الناس وينفرون عنه وينهون عنه وينأون عنه، لا يعلمون أنه الدين الحق، لم يوفقوا لاتباعه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه، يعني عندما فأقم وجهك للدين حنيفا. ها؟ حال كونكم، والخطاب هنا للنبي عليه السلام ولجميع أمته، حال كونكم منيبين إلى الله عز وجل، يعني راجعين إليه. الإنابة بمعنى الرجوع، وهي متضمنة التوبة والرجوع عما كانوا، يعني عما كانوا عليه من الشرك. حال كونكم منيبين لله راجعين لله. ابن زيد الإمام يا عبد الرحمن بن زيد يقول: المنيب لله المطيع لله الذي أناب إلى طاعة الله، أي رجع إلى طاعة الله عن الأمور التي كان عليها قبل ذلك. إذن الإنابة تتضمن أمرين: تتضمن التوبة من الذنب والعودة لله سبحانه وتعالى، والرجوع عما كان عليه، كل ذلك تضمنه التوبة. إذن التوبة بمعنى الإنابة والطاعة، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه يعني راجعين عما كنتم عليه من الشرك، وهذه معنى الإنابة، واتقوه خافوه واحذروا سخطه وغضبه،
وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة يراد بها إقامة العبادات التي أمر الله عز وجل بها، ومن أعظمها الصلاة، لأن الله جل وعلا يبين أن التوبة توبة العبد من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن التوبة من الشرك ليس فقط يتوب من الشرك ولا يصلي ولا يؤدي العبودية، لا يقبل منه التوبة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لابد يكون التوبة التي معها بطالة توبة كاذبة غير مقبولة. التوبة لابد أن يكون معها عمل، ولذلك كقوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كذلك هنا يقول منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة. إذا لما تجد واحد يتوب ويقول والله أنا تائب ولا يبدل العمل، ها كقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، في أحد معانيها كما مر علينا أنهم يبدلون العمل أنهم يبدلون المعاصي حسنات يتقربون بها إلى 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 الله زلفى ويوفقون إلى ذلك. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفصل وبين هؤلاء المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي ولا تكونوا من المشركين، من هنا بيانية، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم، بدلوه وغيروه وقطعوه، وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه الآخر، كل هذا وهذا حال المشركين. فرقوا دينهم، صار بعضهم يهودا بعضهم، وصار بعضهم نصارى، وصاروا مجوسا، وصاروا عبدة أوثان وعبدة بشر وحجر هكذا. وفي الأصل كان الدين واحدا هو عبادة الله الواحد القهار. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكانوا شيعا، الشيع جمع شيعة، وهي الجماعة التي تشايع أي توافق رأيا، وهكذا تفرقوا إلى ملل وإلى محن. والله جل وعلا يحذر هنا الأمة من ذلك، ووقع ذلك في الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ في رواية يقول الجماعة، وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الذي حذر الله منه الأمة وقعت فيه الأمة، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزرع. كما تفرقت اليهود والنصارى تفرقت هذه الأمة، صاروا فرقا، رافضة، خوارج، معتزلة، جهمية، أشعرية، كل ذلك الفرق، كلها في النار إلا واحدة الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهي التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن الافتراق يكون في الدين بخلاف الخلاف قد لا يكون في الدين، لكن الافتراق لا يكون إلا في الدين، كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لست منهم في شيء، أنت بريء منهم جميعا. فالافتراق لا يكون إلا في الدين، وأما الخلاف قد لا يلزم منه أن يكون في الدين، قد يكون في مسائل فقهية، لكن الافتراق في خصوص الدين. ولذلك عبر النبي عليه الصلاة والسلام بانقسام الأمة بهذا الافتراق.
ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولماذا افترقت الأمة؟ لأنهم حادوا عن هذا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كل حزب بما لديهم فرحون، وهذه حالة جميلة عليها جميع المشركين. كل نحلة من هذه النحل وكل أصحاب ملة من هذه الملل، كل حزب بما لديهم فرحون، فرحون بما هم عليه، ويكفرون، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهذا كله تحذير لهذه الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يبين الله سبحانه وتعالى حالة الإنسان، عموم الإنسان، كيف أنه كفور بالنعم، وكيف أنه ظلوم كفور. وإذا مس الناس ضر، المس هنا، وإذا مس الناس ضر، المس هو أبسط درجات الإحساس بالشيء. والمقصود هنا وإذا مس الناس ضر، الضر هنا بمعنى الجذب والقحط والشدة مما يتضررون منه. وإذا مس الناس ضر، حين يأتيهم الضر والجذب والقحط، دعوا ربهم منيبين إليه، أي أن شرك من يشرك من الناس هو فقط في حال الرخاء، أما في حال الشدة لا، هم موحدون لله. كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهنا كذلك وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، منيبين إليه يعني تائبين إليه، راجعين عن الشرك الذي كانوا عليه، نعم، لأنهم لا يتذكرون إلا الله في أوقات الشدة. ضل من تدعون إلا إياه سبحانه، يعني ذهب عنكم الأصنام والأوثان ممن كنتم تعبدونهم من دون الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. طيب دعوه ولا لا؟ دعوه، ولما دعوه أجابه. لماذا يجيبهم؟ هو عالم، هو سبحانه وتعالى عالم بأحوالهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والمضطر هنا عموم، فقد يدعو فقد يكون المضطر كافرا، والله جل وعلا يجيبه لأنه مضطر. ولذلك لم يذكر الله جل وعلا أنه يجيب فقط المضطر إذا كان مسلما، لا، عموم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فكذلك هنا ثم إذا أذاقهم منه رحمة، والتعبير هنا بالإذاقة معناه مجرد أنهم غير الله أدنى إحساس منهم حدث بتغيير الحال إلى الخير وإلى الحسنة وإلى زوال هذه الشدة وزوال هذا القحط، إذا فريق منهم بربهم مشركون، إذا هنا يسمونها فجائية، إذا هم يسارعون بالرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر، إذا فريق منهم، جماعة منهم يرجعون مباشرة إلى ما كانوا عليه. وهذا والتعجيب هنا في حالين. التعجيب الأول أنهم عندما كانوا مشركين، عندما مسهم الضر، لم يلجأوا إلا لله، وهذا عجيب. ويشتد العجب هنا أن الله جل وعلا فلما دعوا الله سبحانه وتعالى، مجرد أن أجابهم الله سبحانه وتعالى بعد أن دعوه وأخلصوا له الدين، إذا فريق منهم، ثم إذا أذاقهم منه من الله رحمة، رحمة بمعنى زوال القحط وزوال الشدة، أو أوائل الرحمة، إذا فريق منهم، إذا الفجائية، مباشرة يرجعون إلى، إذا فريق منهم بربهم يشركون، كقوله تعالى فلما نجاكم إلى البر يا ماذا فعلوا؟ أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كانوا في البحر يعملوا إيه في البحر؟
زي الناس اللي في الطائرة في الجو، أول لما الطائرة تلعب بهم الناس تعمل إيه؟ خلاص ليس لهم من دون الله كشف. كل واحد يقول يا رب، لكل واحد باللغة أو ماي جاد، وكل واحد خلاص ما فيش صنم والوثن والصليب كل الكلام ده ولا أي شيء. أنا وجدت مثل هذا، كنت في طائرة والطائرة خلاص يعني وكانت توشك أن تقع، والطعام وقع على الناس، والناس اللي أصيبوا بإغماء واللي أصيبوا وخلاص الأمور يعني اختلط على 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 الناس جدا. فسبحان الله اللي كان طب يا اخواننا لا ينجيكم منها الا الله، واللي ترجم الكلام، واللي خمس اللي بالذهب بيخلع الذهب، واللي والله انا راجع حتى اصوم وانا في رمضان، لان كنا كانت بلد اوروبيه، انا راجع اصوم في رمضان والله احنا بصلي الناس ساعتها نسوا كل شيء الا هو هذا والله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون، لا اله الا الله، ليكفروا بما اتيناهم. اللام هنا هي لام التعليل، اي ان الله جل وعلا قدر لهم ذلك ليكفروا بما اتيناهم، ليكونوا كافرين بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وهذا من خذلان الله لهم. يعني رجوعهم إلى الكفر الذي كانوا عليه لكفرهم بالنعم، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا في هذه الدنيا أيام قلائل والجميع راحلون إلى الله عز وجل، فتمتعوا فسوف تعلمون. بعض المفسرين يقول والله فتمتعوا فسوف تعلمون، يقول والله لو توعدني حارس ضب، لو واحد توعدك وهو الرجل ده لو توعدني حارس ضب يقول لخفت منه، فكيف والمتوعد هنا الذي يقول للشيء كن فيكون. قس نفسك كده، لو واحد نافذ ويستطيع وتوعدك بشيء وانت تعلم انه قادر ان ينفذ فيك هذا الوعيد، فعندما توعدك هتخاف. لذلك يقول لو توعدني حارس ضرب لخفت منه، فكيف وهو بشر مثلك لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك هتخاف. نبي كريم الرحمن قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وهنا رب العالمين يتوعد هؤلاء فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة ما أنتم عليه من الشرك. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، حيث وقعت أم في القرآن فما بعدها يقدر فيه الاستفهام. إذن هنا أم أنزلنا عليهم سلطانا أم أنزلنا عليهم سلطانا كتابا يدعوهم إلى الشرك، سلطان بمعنى الحجة، لأن صاحب الحجة يتسلطن بها يسيطر بها على الآخر، فالسلطان يطلق على الحجة وعلى البينة. يعني هؤلاء أشركوا لماذا؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا كتابا من السماء مثلا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، عندهم حجة من الله على هذا الشرك أو على هذا البرهان، ويوم كقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تضرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني لم يجدوا شيئا يتكلمون به، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وإذا أذقنا الناس رحمة، وهذه أيضا يعود السياق القرآن هنا أيضا لبيان حال آخر من أحوال الناس،
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. عموم الناس فرحوا بها، الفرح هنا متضمن لمعنى الفخر كقوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هنا فالفرح هنا إنه لفرح في موضع آخر إنه لفرح فخور، فرح في نفسه فخور مفتخر على الناس بالنعم، وهذا معنى قول تعالى وإذا أذقنا الناس مجرد وإذا أذقنا الناس رحمة سعة في المال في الجاه في السلطان فرحوا بها. والفرح هنا ليس الفرح الفطري، لا، الفرح المتضمن للتعالي على الناس والفرح المتضمن للبطر. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإن تصبهم السيئة بمعنى ضد الرحمة، بمعنى التي تسؤهم من الجدب ومن قحط ومن موت ولد أو موت أو من ضياع المال أو نحو ذلك، أو الجدب أو القحط. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم بسبب ذنوبهم، فهنا أدمج هنا في خلال الإنكار عليهم بما قدمت أيديهم ليعلمهم وينبههم أن ما يصيبهم من المصائب والكوارث هي بسبب ذنوبهم. لذلك يقول وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أيضا الحرف هنا الفجائي هنا إذا هم يقنطون، والقنوط يقتضي السخط والغضب والتذمر، هذا كله لوازم إيه؟ لوازم القنوط. حال هؤلاء ليس حال المؤمن. أما المؤمن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، لم يجزع ولم يقنط ولم يسخط ولم يغضب، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لغير المؤمن، غير المؤمن هكذا. إن الإنسان خلق هلوعا، فسر الهلوع هنا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لا، المؤمن ليس هكذا، المؤمن ليس هلوعا، المؤمن صابر شاكر. والإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه خير عيش أدركناه بالصبر. فأنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين يفرحون ويصيبهم البطر في النعم، فإذا سلبت منهم النعم بذنوبهم قنطوا ويأسوا وتذمروا وسخطوا. أنكر الله عز وجل على هؤلاء إهمالهم التأمل في سنن الله، وأن الله جل وعلا يقلب الأحوال بين الناس، وأن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه قد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق لمن يشاء، هذه سنن. فلذلك أولم يروا الاستفهام هنا إنكاري على هؤلاء لأنهم أهملوا النظر والتأمل في السنن. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذه سنن من السنن الكونية أن الله جل وعلا هو القابض للرزق، هو البسط للرزق سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء حين يكون بسط الرزق خيرا له، ويقدر على من يشاء. وقد يكون في بسط الرزق استدراج، نعم، كقوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر هكذا، لا في بسط الرزق إكرام ولا فيه، يعني لا يلزم من بسط الرزق أن يكون فيه إكرام. لماذا؟ لأنه قد يكون استدراجا، ولا كذلك التقدير. وهذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام،
سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن، كان يجوع يوما ويأكل يوما عليه الصلاة والسلام، وكانت تمر الأهلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، وينام على الحصير عليه الصلاة والسلام ويؤثر الحصير في جسده، ويدخل عليه أصحابه فيركب ابن مسعود رضي الله عنه ويقول ما يبكيك، فيقول رسول الله قصة وقصة ينامون على الحي وأنت تنام على الحصير، فيقول لهم الدنيا ولنا الآخرة. إذا كان هذا حال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يبقى تعلم أنه لا يلزم من تقديم الرزق، فمن قدر عليه رزقه لا يلزم من ذلك أن الله جل وعلا يعني قلاه، ولا كذلك من بسط الله الرزق. وإلا هذا فهم الكفار. قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أهلي لهذا المال ورزقه كبيرا عن كابر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. السنن والتأمل والتدبر والتفكر لا ينتفع بها كل واحد. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فإذا كان الأمر كذلك وأن المال هو مال الله، وهذا هو نظرة الإسلام للمال، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والمال في يدك أنت وديعة في يدك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا كان الأمر كذلك الفاء هنا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. تتأمل هنا قدم الله عز وجل فآت ذا القربى حقه، الحق هو الواجب الذي يجب له، وتتعجب أن الله جل يقدم ذوي القربى على المسكين وابن السبيل، وقدمهم كذلك ذوي القربى يعني ذوي قرابتك. البعض يقول هم ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يظهر، والصواب أنهم ذوي قرابتك، لأن الإنفاق على ذوي القربة بر وصلة، يعني صدقة وصلة بخلاف يا غيرهم، ولذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى. والآية هنا فآت ذا القربة حقه، هنا إبطال لعادة الجاهلية. في ماذا عادة الجاهلية؟ الجاهلية كانت تؤثر القريب على كانت تؤثر البعيد على القريب أولا، وحينما كانوا يعطون المال لا يعطون المال إلا لأهل الشرف والرياسة، حتى تكون عندهم إيه؟ يعني العطايا لا يعطونها لفقير. ليه؟ لأنهم هم يحبون الفخر، فكانوا يخصون بهداياهم وعطاياهم السمعة والرياء، فأبطل الله عز وجل عادة الجاهلية جميعا. فآت ذا القربى حقه أول شيء قريب لك، والمسكين الذي أسكنته الحاجة فلم يجد ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السبيل حتى يعطى فيعطى من المال ما يتبلغ به إلى بلده. وهنا اختلف يعني العلماء في هذه الآية، هل هذه الآية منسوخة بآيات المواريث التي أعطى الله عز وجل فيها كل ذي حق حقه، أم أن الآية هنا ليست منسوخة وهو الصحيح، وأن الآية هنا توجب حقا لذوي القربة بخلاف المواريث. الصحيح هو القول الثاني، واختاره القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره وهو الصواب. ومعنى لذوي القربة أنهم لهم حقا، إذا كان الإنسان قادرا وله من ذوي القربة من كانوا محتاجين فلم ينفق عليهم أثما. ولذلك قال بعضهم إذا تصدق بصدقة وله رحم محتاج فلم يعطيه لم تقبل صدقته. كل هذا يدل على تقديم الله جل وعلا، كل هذا استفاده العلماء من تقديم ذوي القربة، فآت ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك الإتيان هنا بمعنى الإنفاق، الإشارة إليه، ذلك خير من جمع المال ومن كنز المال،
ذلك خير للذين يريدون وجه الله، للذين يريدون لقاء الله، للذين يبتغون ما عند الله عز وجل ويبتغون ثواب الله عز وجل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك وجه الله وأولئك هم المفلحون الذين استجابوا لذلك. ولذلك ضرب الله عز وجل الأمثال الكثيرة في كتابه للنفقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام، ولا خوف عليهم، لا يقع عليهم شيء أبدا يستقر عندهم الخوف منه أبدا، بل هم في أمن وأمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما خلفوه وراءهم، لأن الله جل وعلا يتولى من بعدهم سبحانه وتعالى. فهنا تتعلم من إنفاق، ومع هذا الإيتاء المشروع الجميل والإنفاق تأتي جملة اعتراضية يحذر الله عز وجل فيها من التعامل المذموم للمال ومن الإنفاق المذموم للمال. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أصلا مادة الربا هي الزيادة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي ليزداد في أموال الناس فلا يربو عند الله. إذن بعد أن أمرهم بالإنفاق المحمود، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وحضهم إليه وندبهم إليه، حذرهم من الإنفاق المذموم. والربا كان فاشيا في الجاهلية، لا سيما ربا ثقيف وقريش. طبعا الصورة دي مكية، وتفصيل آيات التحريم في الربا جاءت في سورة البقرة التي هي سورة مدنية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابي محارب لله ورسوله. الذين يأكلون، وقبلها الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذه الآيات في سورة الروم كأن الله جل وعلا يهيئ النفوس لتحريم الربا تحريما قاطعا، وكأن كما فعل فيه في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ده في 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 سورة بقرة، وفي سورة النحل نعم تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لم يجعل السكر من الرزق الحسن، كل هذه تهيئة للنفوس. وهذا إذن التدرج سنة شرعية وكونية. إذن فكأن هذه الآية تهيئة للنفوس أن يتنازل الناس عن الربا، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهذا الوجه هو الذي يوافق معنى الربا الشائع في القرآن. وكثير من المفسرين يفسر هذه الآية هو إعطاء المال على وجه الانتفاع، كالذي يهب هدية وهو يريد ثوابها، والذي يدفع المال ليس لأجل الثواب وإنما لأجل الانتفاع بهذا المال. الآية أيضا تشمل بعمومها ذلك، طبعا هي تشمل الربا تهيئة النفوس لتحريم الربا، وتشمل كذلك الإنفاق الذي ليس لوجه الله، سواء واحد ينفق حتى يعني يعطي هدية حتى يثاب على هذه الهدية، أو يعطي المال حتى يكون فيه منفعة أخرى في هذا الإعطاء، فهذا كله معناه فلا يربو عند الله. لكن المقصود الأصيل بالآية هو تهيئة النفوس للتحريم القاطع للربا، لأن قوله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله كقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لكن لم يقل هذا هنا، قاله في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هو بالضبط هنا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، لكن جاء التعبير هنا لطيفا خفيفا عليهم
حتى تتهيأ النفوس لاستقبال هذا الأمر. وما أتيتم من ربا ليربو، من هنا بيانية، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة إنفاق جميل تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون على الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقسم، قال أقسم ما نقص مال من صدقة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.